السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم في أحسن حال. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله باش نحضروا مع بعضنا وصفة مزيانة برشا نزين مائدة العيد متاعنا. الوصفة متاعنا اليوم باش تكون 5 في 1، عبارة على 5 أشكال متاع مملحات مختلفين في الشكل والطعم، لكن الأساس متاعهم باش يكونوا كلهم من نفس العجينة، يعني باش نعملوا عجينة واحدة ونخرجوا منها 5 أشكال. سبق وشاركت معاكم أنواع مختلفة متاع حلويات، ونزلت لكم أيضا الوصفة متاع السيترونات، وكملت لكم اليوم بالوصفة متاع المملحات وديتكم بها. حضرت الوصفات هذوما لنهار العيد وحبيت نشاركها معاكم باش تحضروهم، على خاطر وصفات سهلين مهلين، ممكن تحضروهم اليوم العشية، وإلا تحضروهم الليلة في الليل، وإلا زيد تحضروهم حتى غدوة الصباح بكري. إن شاء الله الفيديو يعجبكم وتجربوا الوصفات وينجحوا لكم. وتوا نتعداو باش نشوفوا مع بعضنا المقادير وطريقة التحضير. وتوا باش نبداو بسم الله. لهنا أول حاجة نقولكم على المكونات. عندي كيلوغرام من الفارينة اللي هي دقيق الطحين الأبيض، ضفت عليها 250 غرام من السميد اللي هو دقيق القمح الصلب، يعني في الإجمال عندي كيلو 250 غرام. باش نستعمل أيضا 2 أكياس متاع خميرة فورية، الخميرة متاع الخبز اللي نعجنوا بها الخبز، ممكن أيضا تستعملوا الخميرة الطازجة، أنا لهنا استعملت خميرة جافة. الكيس فيه 10 غرامات، يعني الزوز فيهم 20 غرام. على الكمية متاع العجينة ذيكا باش نستعملوا 2 أكياس. عندي ملعقة متاع أكل من السكر، ملعقة متاع قهوة من الملح، وباش نستعمل 5 ملاعق من الزيت النباتي، وعندي كمية من الحليب الدافي، لهنا عندي 600 ملل من الحليب الدافي. ماذا بيكم تستعملوا الحليب الدافي باش تجيكم العجينة متاعكم هشة وقطنية. أول حاجة باش نبداو بها باش ناخذ الكمية متاع الخميرة، ضفناها على السكر وحطيتها هنا معها شوية حليب، نحلوها في شوية حليب. وباش نبداو توا مباشرة نحضروا العجينة متاعنا، لهنا باش نخلط 2 مكونات هذوما، الفارينة والسميد. باش نستعمل العجينة باش نعجن العجينة، انتوما إذا كان باش تعجنوا بيديكم تعجنوها مليح مدة 15 دقيقة. لهنا ضفت 5 ملاعق من الزيت النباتي، وباش نضيف الكمية متاع الخميرة اللي سبق وحليناها في شوية سكر وشوية حليب، وباش نضيف عليهم الكمية متاع الحليب كاملة ونهزهم نعجنهم. ومن بعد إذا كان استحقيت باش نضيف عليهم شوية ماء. هذه هي توا العجينة متاعنا، حطيتها تتعجن في العجينة، حطيتها في رقم 2. لهنا راني سرعت الفيديو هذاك علاش تشوفوها تدور بالزربة، نخليوها تتلم شوية. ومن بعد باش نضيف عليها الكمية متاع الملح، هذه لهنا توا الكمية متاع الملح حليتها في شوية ماء دوبلاش باش نذوبها فيك شوية ماء ونهزوها نضيفوها على كمية العجينة. هذا هو توا الملح حليناه في شوية ماء كما شفتوا، وباش نضيفو تهيو على كمية العجينة ونكمل نعجنها. لازم تتحصلوا على عجينة متماسكة في نفس الوقت تكون معجونة مليح وطرية. هذه هي توا العجينة متاعنا، كملت عجنتها مدة 4 ساعة، تنجموا زادة تعجنوها بيديكم لكن تعجنوها مليح. لازم تتحصلوا على عجينة طرية وفي نفس الوقت ما تكونش تتلصق. توا العجينة هذه باش نغطيها بالبلاستيك الغذائي، تحاولوا كي تحطوا عليها البلاستيك الغذائي تلصقوا مليح في الأجناب باش ما يدخلولهاش الهواء، وتكون عملية التخمير متاعها بسرعة، يلزم الحجم متاعها يتضاعف مليح. وباش نتعداو إن شاء الله من بعد نكملوا بقية المراحل. وتوا لهنا بعد ما خلينا العجينة متاعنا تخمر، عندي كمية متاع خضر باش نحضروا بها الحشوة اللي نعبيو بها الشوسون. خذيت لهنا حبة متاع قرع، وخذيت حبة متاع باذنجان، وخذيت 2 جزرات، وخذيت فلفل أحمر وفلفل أصفر، وخذيت حبة متاع بصل متوسطة و3 سنينات ثوم. انتوما تستعملوا على حسب المتوفر عندكم، وممكن زيدا تبدلوا في الحشوة هذية تستغنيوا على الخضر وتعوضوا بالسبناخ والجبن، ولا السبناخ واللحم المفروم، وإلا ليزيسكالوب. تعملوا أي حشوة تحبوها، هذه فكرة أنا شاركتها معاكم، انتوما من بعد تعملوا كما تحبوا. بالنسبة للقرع والجزر والثوم باش نرحيهم باش نبشرهم، وبالنسبة للباذنجان والفلفل والبصل باش نقطعهم مكعبات صغار. توا إن شاء الله نكمل العملية هذه الكل، ومن بعد نرجع لكم اختصارا للمراحل. هنا توا هذوما هما الخضر متاعنا.
ما قطعنا كمية منهم وبشرنا الكمية الأخرى، باش نضيف عليهم زوز ملاعق متاع أكل من الزيت النباتي تقريبا، وباش نضيف عليهم شوية ملح. الملح يساعد الخضر باش تطلق كمية الماء اللي فيها. بالنسبة للخضرة هذية مانيش باش نضيفولها من بعد كمية متاع ماء، باش نكتفيه فقط بالماء اللي تسيبه هي تطيب فيه، ومن بعد حاجتنا بالخضر هذية تكون شيحة من أي ماء فيها. تو باش نغطي عليها ونرجعولها من بعد إن شاء الله. لهنا تو في نفس الوقت حطيت كعبات بطاطا يتصمتوا، ضفت عليهم شويه تابل وكرويه، شويه ملح، شويه كركم، وحطيت عليهم سنه ثوم، هذوما باش نستعملوهم من بعد في الحشوه نتاع الفريكاسي. هذه هي تو الخضر نتاعنا بعد ما تبالت. في المرحله هذه باش نفوحوها، ضفت عليها نصف ملعقه نتاع قهوه من التابل وكرويه، ذره صغيره نتاع فلفل اسود، وشويه لهنا من الكركم، تقريبا ربع ملعقه نتاع قهوه، باش نخلط المكونات هذوما الكل مليح، ونخليوها تو تطيب في عقلها على نار قليله. لازم تنشح من كمية الماء اللي فيها، وراني ما حطيت لهاش حتى قطرة ماء، فقط لهنا الماء اللي سيبته الخضرة هذيك هو اللي طيب فيه. من بعد لازم نتحصلوا على حشوة شيحة باش نعبيو بها لشوصون تاعنا. لهنا توا رجعنا لك العجينة متاعنا في ساعة ما خمرت تقريبا نصف ساعة تحصلت عليها بالشكل هذي، خاطر توا الدنيا سخونة، الحجم متاعها تضاعف مرتين. لهنا توا باش نستحقوا الرولو اللي نحلو بيه، وعنا سكينة، وعنا لهنا المجموعة متاع القطعات هذوكم متاع العجينة، نرشوا شوية فرينة على الطاولة وإلا على الرخامة اللي باش تخدموا عليها، وتهبطوا العجينة متاعكم الكل. وفي المرحلة هذية باش نخرجوا منها الهواء الكل، ونقسموها إلى خمسة قطاع تقريبا كلهم متساويين. نرشوا شوية فرينة فوقها، ونحاولوا نخرجوا كمية الهواء اللي فيها. تنجموا تقطعوها على قطع أكثر من هكا، تخرجوا منها أشكال أخرى، كيما زيد تنجموا تقطعوها إلى أقل من الخمسة قطع، وتعملوا مثلا زوز ولا ثلاثة أشكال فقط. لهنا توا كل قطعة متاع عجينة باش نشكلها بالطريقة العادية، ناخذوا القطعة متاع العجينة نلمولها الأطراف متاعها الكل كيما نشكلوا أي عجينة، ونكورها مليح ما بين يديا، رشيت شوية فرينة ونحطها على جنب. توا كلهم باش نلمهم ونكورهم بنفس الطريقة، ومن بعد إن شاء الله نرجعوا باش نكملوا بقية المراحل. وتو باش نبداو لهنا، خذيت أول كويرة من العجينة. بالنسبة لبقية الكويرات غطيتهم بالمنديلة، لازم تغطيهم باش ما يشيحوش. وأول نوع باش نبداو نخدموه هو الفريكاسي، على خاطر هذيك أكثر نوع يتطلب وقت باش يخمر. لهنا تو باش نبدا نقطع العجينة متاعي، تختاروا نتوما الفورم اللي تحبوها، أنا خذيت أصغر حجم عندي، نحبهم كلهم يكونوا صغار. هذايا هو الخشن متاع الفريكاسي متاعنا كيفاش لازم يكون، ما لازموش يكون خشين برشا، ونقطعهم كلهم بنفس الطريقة. بالنسبة للأخوات اللي ما عندهمش الفورم هذايا تستعملوا حتى كيس. وبعد ما قطعناهم باش ناخذ القطع ذوكم نجبدهم شويه بين يديا باش نتحصلوا على الشكل البيضاوي المزيان متاع كعبه الفريكاسي، ونحطهم مباشره على منديله. تحطوهم على منديله باش من بعد تنجموا تهزوهم بكل سهوله وقت اللي تجيو تقليوهم. بالنسبه للديشي اللي قعدلي هذاك باش نلمو ونعاود نحلو بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي كل. هذه هي تو الخضر متاعنا شاحت من الماء، نتحصل عليها بالشكل هذايا. تو باش نطفي عليها الغاز ونخليوها تبرد حتى من بعد نرجعوا باش نستعملوها. هذوما هما تو الكويرات متاع الميني همبرجر، كملت شكلتهم الكل. تو باش نخليهم يخمروا في البلاتو متاعهم، ونتعداو ونشكلوا الشكل رقم ثلاثة. لهنا تو اختصارا للمراحل، خذيت القطعة متاع العجينة رقم ثلاثة حليتها بالرولو، وباش نستعمل لهنا القطاعة اللي قطعت بها الفريكاسي
هي نفسها باش نشكلوا منها ليميني بيتزا. في نفس الوقت حضرت البلاتو اللي باش نطيب فيه مباشرة. هنا دوبا ما تقطعوهم تصففوهم في الطبق اللي باش تطيبوا فيه. كما شفتوا هذايا هو الحجم متاعهم. السمك متاعهم ما يكونش غليظ برشا كما شفتوا. توا لهنا نكملهم الكل ومن بعد نرجع لكم. لهنا توا كملت شكلت البيتزا اللي عندي الكل. استعملت لها زوز قطاع متاع عجينه خاطر باش نعملوا زوز انواع متاع بيتزا، بيتزا بالصوص طومات وبيتزا بالكريم فريش، وهذه القطعه الاخيره متاع العجينه اللي باش نعملوا بها لي شوسون. اختصارا للمراحل هذوما لهنا القطع اللي تشوفوا فيهم هذوما اللي باش نحضروا بهم لي شوسون. اكل القطعه الرابعه متاع العجينه حليتها بالرولو كيما حلينا العجينه متاع الفريكاسي وحلينا العجينه متاع البيتزا، واستعملت نفس القطاعه اللي قطعنا بها الفريكاسي والبيتزا قطعت بها الاشكال متاع لي شوسون. بالنسبه للحشوه متاعنا بعد ما بردت ضفت عليها كميه لهنا متاع جبن اللي هو الفرماج. انتوما تتحكموا في الحشوه كما قلت لكم، تبدلوا على حسب الذوق نتاعكم، تنجموا تعملوا اي حشوه تحبوها. لهنا توا المكونات هذوما نخلطهم مليح في بعضهم ونتعداو باش نشكلوا لي شوسون نتاعنا. نوريكم كيفاش نحضروهم بكل سهوله. لهنا توا باش نبداو نشكلوا لي شوسون تاعنا، اخذت كميه صغيره متاع حشوه، تحطوا كميه صغيره خاطر القطعه متاع العجينه صغيره باش من بعد ما تفيض لكمش على الجناب. وخذيت لهنا شويه فرينه حليتهم في الماء باش نستعملهم كيما الكولا كيما اللصق، لصق بهم العجينه. وناخذ لهنا توا العجينه نثنيها بالشكل هذايا ونلصقها في بعضها. تحاولوا لهنا تنزلوا مليح باش تتاكدوا اللي نتوما لصقتوا العجينه مليح وما تتحلش معاكم في الفرن. واخر حاجه باش ناخذ لهنا فخشيت اللي هي الشوكه وننزل عليها لهنا في الجناب نتاعها، نعطيوها شكل مزيان وفي نفس الوقت نتاكدوا اللي هي لصقت مليح. توا لهنا باش نكملهم الكل بنفس الطريقه ومن بعد ان شاء الله نرجع لكم. لهنا توا بعد ما كملنا كلي شوسون الكل شكلناهم، هذوما الكويرات متاع المينيا همبرجر خمروا كيما شفتوا خاطر عملناهم هما في الاول. خذيت لهنا اصفر بيضه ضفت عليه شويه من الحليب باش ندهن به الوجه متاع العجينه باش تعطينا من بعد لون مزيان. واخر حاجه باش نرش عليهم شويه من الجلجلان هذاك يقعد اختياري. واول حاجه باش نبداو نطيبوها في الفرن هي لي شوسون على خاطر هذوكم ما فيهم الحشوه ما يطلبوش وقت باش يزيدوا يخمروا اكثر. وهذوما لهنا باش نخليهم يزيدوا يرتاحوا شويه لمينيون برجر. بعد ما نخرج لي شوسون ندخلهم هما يطيبوا. واخر حاجه باش نطيبوا البيتزا. وباش نبدا زاده مباشره لهنا بعد ما نحط لي شوسون في الفرن نبداو نقليو الفريكاسي نتاعنا. لهنا تو باش نبداو نقليو الفريكاسي نتاعنا حطينا كل لي شوسون يطيبوا في الفور. بالنسبه للفريكاسي لازم تقليوه في كميه باهيه متاع زيت وتسخنوا الزيت مليح. وقت تحطوا الفريكاسي لازم تنقصوا شويه في النار وتقلبوهم مباشره باش يتنفخوا. حضرتك الشبكه الصغيره هذيك بحذايا باش نستقطر فيها الكعبات متاع الفريكاسي وتقلبوهم بالزربه باش ما يتحرقوش. لازم اللون متاعهم يكون ذهبي مزيان. تو ان شاء الله نكمل نطيبهم الكل بنفس الطريقه ومن بعد نرجع لكم باش نكملوا بقيه المراحل. هذوما هما توا لي شوسون تاعنا طابو، الفريكاسي تقلى، دخلت كل الميني همبرجر يطيبوا في الفور. وباش نتعداو مع بعضنا نحضروا الحشوه تاع البيتزا. لهنا توا باش نبداو نحضروا البيتزا نتاعنا بديت نحضر فيها النص الاول نتاع الكعبات نتاع البيتزا عملته بالكريم فريش، والنص هذا حطيت عليه كميه من صوص طومات. انتوما تعملوا اللي تحبوا. ضفت عليهم لهنا كلهم قطاع من الموتزاريلا قطعتها صغيره. بالنسبة للحشوة راهي تقعد اختيارية، انتوما تعملوا على حسب الذوق متاعكم. لهنا توا باش نكمل بقطاع من السومون فيمي. بالنسبة للبيتزا اللي خدمناها بالكريم فريش والبيتزا اللي عملناها بالصوص طومات باش نحط لها قطع من السوريمي. وباش نكمل بقطع من الزيتون. وهذه هي البيتزا متاعنا تكون حاضرة. نستنى المينيون برجر نخرجهم من الفور وندخل البيتزا طيب ونتعدي ونكملوا بقية المملحات.
لهنا توا باش نعبيه وكل كعيبات نتاع الفريكاسي نتاعنا. بالنسبه للحشوه ما جبت لكمش حاجه جديده، باش نعبيهم بالحشوه التقليديه العاديه اللي نعرفوها الناس الكل. هذه هو الشكل نتاعهم من الداخل، شوفوا كيفاش يكونوا فارغين وخفيف. اكل بطاطا هذيك اللي شفتوني صمتها قطعتها الى مكعبات صغار، استعملت لهنا شويه هريسه وفما كعبات اخرين عملتهم بالكريم فريش. نحط فيهم كعيبات بطاطا، من بعد نحط شويه من البيض اللي سبق وصمتو، ونحط شويه تون اللي عصرناه مليح مليح من الزيت نتاعو، نحط شويه معدنوس، ونكملوا بكعيبه زيتون. وهذه هي كعيبه الفريكاسي نتاعنا حضرت. انتوما نجموا تبدلوا في الحشوه على حسب الرغبه نتاعكم، ساهلين مهلين والشكل نتاعهم مزيان. لهنا توا نجيو لاخر شكل اللي هما الميني همبرجر. بعد ما طابوا نتحصلوا عليهم بالشكل هذايا، يكونوا خفاف وقطنيين ومزيانين. لهنا بتشوفوا الشكل نتاعهم كيفاش من الداخل، ما شاء الله خفيف، خير حتى من اللي نشريوهم من برا. لهنا خذيت شويه من الكريم فريش وخذيت شويه من السلطه. بالنسبه للصوص نجموا تستعملوا اي صوص متوفره عندكم. وخذيت لهنا قطعه من الجبن اللي قطعتها مربعات، وخذيت شويه من السومون في ماء. لهنا استعملت السومون خاطر ما لقيتش اللحم مفروم، هذيك علاش بدلت بالسومون. وخذيت لهنا كعبه نتاع طوماط سوغيز، حطيت فيها كالكوردون وزينتها بالشكل هذا. نتحصلوا عليها مزيانه وسهله مهله في التحضير نتاعها. لهنا باش نوريكم واحدة أخرى، هذه باش نعملها بالهريسة. هذه هو الشكل نتاعها كيما شفتوا، يكون مثقب من الداخل وخفيف. لكن بالنسبة للميني همبرجر تحضروهم من الأول وتخليهم يخمروا في عقلهم باش من بعد ما يجيكمش ملبدين. حطيت لهنا شوية سومون شوية فروماج، كملت لهنا بشوية كريم فريش. وهذه هي عنا حضرت، ونرشقوا فيها كعيبة متاع طوماط سوريز تعطيها شكل مزيان. لهنا توا رجعت لكم، هذوما هما المملحات نتاعنا في الشكل النهائي نتاعهم بعد ما حضروا. ما شاء الله شكلهم مزيان وطعمهم بنين برشا. ان شاء الله تحضروهم وتتمتعوا بيهم. تنجموا تحضروهم قبل بنهارات اذا كان وتاتكم مناسبه، وتحتفظوا بيهم في المجمد، فقط تلفوهم في الفيلم اليمونتيغ مليح وتخرجوهم وقت حاجتكم بيهم. تسخنوهم شويه في الفرن والا تسخنوهم في الميكروويف وتستعملوهم وقت ما احتجتوهم. بالنسبه لوقت التحضير نتاعهم قصير ماهوش طويل، يخذوا لي تقريبا ساعتين، ولو اني تعطلت شويه خاطر كنت نصور لكم، انتم ياخذوا لكم وقت اقل اكيد. ان شاء الله ما تبخلوش عليهم وتحضروهم وتتمتعوا بيهم وتفرحوا بيهم عائلاتكم وصغيراتكم. واذا كان فما حاجه ما كانتش واضحه في الفيديو اكتبوا لي في التعليق، ولا ابعثوا لي على انستغرام القناه كويزين انيل. نتقابلوا ان شاء الله في الفيديو الجاي بعد العيد ان شاء الله. نقول لكم ان شاء الله عيدكم مبروك، وان شاء الله ربي يحييكم الامثال، وان شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، ويغفر لنا ويغفر لكم، ويرحمنا ويرحمكم، ويعفو عنا وعنكم. واخر حاجه نقول الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا واوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. ان شاء الله ربي يدوم علينا وعليكم النعمه. تقابلوا في الفيديو الجاي، ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.